ديال توقيع الاتفاقية ديال الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني اللي تتشتغل في المجال ديال الطفولة والمجال محاربة تشغيل الأطفال، وأيضا في المجال ديال توعية النساء في المجال ديال النساء المشتغلات. هاد اللحظة كنوصلوها بعد واحد المسلسل ديال الاختيار والانتقاء ديال المشاريع ديال هذه الجمعيات من طرف لجنة متكونة من مجموعة من القطاعات الوزارية، وتوصلنا في البداية تقريبا ما يزيد على 80 مشروع، وفي الأخير تم الاختيار ديال 7 ديال المشاريع بالنسبة للطفولة و7 المشاريع بالنسبة للنساء. مؤكد ان هاد جوج ديال الفئات هما فئات خاصه في المجال ديال 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 الشغل، وبالتالي تحتاج الى عنايه خاصه بالنسبه للاطفال بين 15 و 18 سنه، يحتاجوا الى عنايه خاصه، وان الاشتغال ديالهم يجب ان يكون في اعمال تلائم التكوين ديالهم وتلائم البنيه ديالهم والامكانيات الماديه ديالهم. وبالنسبه للاطفال دون 15 سنه لا مجال للاشتغال هؤلاء وفقا للقانون، يجب ان يكونوا في الاقسام ديالهم وفي القاعات ديال التكوين المهني. بالنسبة للنساء هناك مقتضيات خاصة وضعها المشرع لحماية النساء في الأماكن ديال العمل، سواء من حيث التوقيت ديال الاشتغال، الإمكانية ديال الاشتغال بالليل أو غيره في بعض الأشغال وغيرها. على كل حال أنا كنظن أيضا النساء يحتاجن إلى حماية خاصة في الفضاء ديال العمل، لذا اتجهنا الى تعزيز والدعم والاشتغال مع الجمعيات التي تشتغل في هذا جوج ديال المجالات، بالتحسيس بالتوعيه بالاشتغال المشترك، سواء مع الارباب العمل او مع مدارس التكوين او مع مدارس او مع المدارس العموميه او مع هذه الفئات بشكل مباشر. غتلاحظوا المبالغ المخصصه مبالغ مهمه جدا، والمشاريع المدعومه مشاريع مهمه جدا. حاولنا نركزوا هذه السنه على المناطق النائية والمناطق البعيدة، غتلاحظوا أن جميع تقريبا المشاريع التي تم اختيارها من أقاليم بعيدة ومن جماعات قروية بعيدة. هذا الهدف منه أساسا إلى دعم العمل الجمعوي الذي يشتغل في هذه المناطق، ما عندوش الإمكانيات اللي عند الجمعيات اللي كتشتغل بالقرب منا في المدن في المدن الكبيرة وغيرها، ولكن هؤلاء فعلا في حاجة إلى الدعم، وأن الاشتغال ديال الأطفال في تلك المناطق يحتاج إلى مجهود كبير، من أجل التحاق الأطفال بالمدرسة والانتشال ديالهم في أماكن العمل. خلال هذه السنوات الأخيرة تحققت نتائج مهمة على هذا المستوى، الأرقام تؤكد هذا، ولكن هذه السنة غتكون سنة استثنائية لاعتبارات ديال الظروف ديال الجائحة. تقارير للوطنية للدولية تؤكد على أن الاشتغال ديال الأطفال غيزيد الأرقام ديالو خلال هذه السنة. هناك اليوم تقرير ديال منظمة العمل الدولية وتقرير اللي دارته مع اليونيسيف في شهر 6 الأخير يؤكد على أن الانعكاسات السلبية الاقتصادية والاجتماعية ستؤدي إلى التحاق تقريبا أكثر من 1 مليون طفل على المستوى العالمي بسوق الشغل. احنا اليوم هنا في مقر وزارة التشغيل والإدماج المهني من أجل إمضاء اتفاقية شراكة في إطار مناهضة تشغيل الأطفال، والتي تستهدف انتشال الأطفال من الأعمال المنزلة والأعمال الخطيرة، تكوين هاد الأطفال وإعادة إدماجهم، تحسيس الأسر والمشغلين بالمخاطر ديال تشغيل الأطفال وبالقانون المنظم لتشغيل الأطفال وجميع الآليات التي ترمي إلى حماية الطفل خاصة في ميدان التشغيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.